يكفر الله بصيام يوم عرفة سنة ماضية وسنة باقية، يعني أجر تكفير سنتين في صيام هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عرفة. طبعا هذا لغير الحاج، أما الحاج يجوز له أن يصوم يوم عرفة، والأفضل أن لا يصوم اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في سنن الترمذي بسند حسن: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الذي ما أتيح له الحج وهطلت من عينه دمعة شوق لأن يكون مع الحجاج، نعم، والله عند الله كأنه حج. أعمال صالحة، منها إنفاق المال، منها ترك الطعام والشراب، منها رعاية الأهل والأولاد، هذا يوم عبادة. وأقول مرة ثانية، أقدس ليلة في حياة المسلم.